تحت شعار العراق يقرأ، نظم متطوعون في مدينة الموصل مهرجانا للقراءة حضره الكثير من رواد الثقافة والاطلاع من أقضية ونواحي محافظة نينوى، حيث وزعت خلاله 8000 كتاب مجانا. اليوم تقوم مدينتنا في هذا الحدث الرائع الذي هو دعم للكتاب، حيث يوزع 8000 كتاب مجانا على الناس، وهذه تبشر بعودة الحياة يعني ودعم القراءة في مدينتنا الجميلة. هناك كلمات جميلة سوف محاضرات قيمة في هذا المكان الرائع، هذه المنطقة الجميلة جدا التي دائما تبعث فينا السعادة وتكون مصدر للإلهام. يعد المهرجان أكبر حدث ثقافي تشهده المدينة منذ سنوات، في محاولة لإعادة الحياة إلى المدينة بعد الدمار والخراب الذي لحق بها من جراء العمليات العسكرية. احنا اليوم مهرجان العراق يقرأ الذي شارك به عدد من المصممين والفنانين، واحنا كطالبات بمعهد الفنون الجميلة شاركنا بلوحاتنا الخطية. هذا المهرجان يتضمن عدد من الفعاليات والفقرات. تضمن المهرجان عروضا وفقرات ثقافية وأدبية وشعرية وتنظيم مسابقات ثقافية جذبت عددا كبيرا من رواد المهرجان الذين حضروا للاستمتاع بهذه الفقرات المتنوعة. هذا الإقبال الكبير على الكتاب لابد أن يقابله يعني إقبال كبير على القراءة، والقضية ليست فقط أن تجمع الكتب. أنا أجمع كتب وأكدسها في المكتبة، هذه مشكلة كبيرة. لابد أن أقرأ وأن أنتقي ما أقرأ، أن أنتقي ما أقرأ. هناك نصائح لكاتب غربي لا أذكر اسمه، لكنه يقول إذا بدأت بالكتاب فقرأه كله حتى وإن كان كتابا ليس جيدا. القراءة تسمح بالتفكير الإبداعي وتساعد في الحصول على الجانب الإبداعي من عقلك في التفكير، وفرصة لتعيش حياة الآخرين دون الخروج من منطقتك، وتعيش حياة أخرى دون مغادرة منزلك. الكتاب هو باب ندخل منه إلى الملوك في عروشهم، وإلى الفرسان في ساحاتهم، وإلى العلماء في مختبراتهم، وإلى العشاق في خلواتهم. ندخل منه إلى أزمنة لم نكن فيها شيئا، وندخل منه إلى أمكنة لم نزرها ولن نزورها، فهو أداتنا بالاتصال بالعالم. مهرجان العراق يقرأ شاركت فيه عشرات المكتبات ودور النشر، وحمل رسالة مهمة أن النهوض بالعراق يبدأ أولاً بالقراءة والثقافة والاطلاع.